وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما كما ذكرنا ما يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون صالحاً 100% كالخلفاء الراشدين، ولو كان عنده شيء من المخالفات والمعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر والخروج من الدين، فساده عليه ولكن إمامته لصالح المسلمين. ولما سئل بعض الأئمة، أظنه الإمام أحمد، سئل قيل له فلان تقي لكنه ضعيف وفلان فاسق لكنه قوي، أيهما يصلح للإمامة؟ قال الفاسق القوي، لأن الصالح صلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، والفاسق فسقه على نفسه وقوته للمسلمين. نعم.